أهلا بكم إلى جولة لأبرز ما ورد في الصحافة المحلية والعربية من القدس.com. البداية من صحيفة القدس: البابا في رحاب الأقصى، لنحترم بعضنا بعضا ولنعمل معا من أجل العدالة والسلام. المستقبلون رحبوا به ضيفا وأطلعوه على ما تعانيه مدينة القدس جراء ممارسات الاحتلال. جدال بين البابا ونتنياهو بشأن اللغة الأم للسيد المسيح. بلدية القدس تصادق على إضافة 50 وحدة جديدة في مستوطنة أبو غنيم. احتفالان بذكرى الإسراء والمعراج في الأقصى والحرم الإبراهيمي. اقتحام سجن ريمون وتخصيص قسم في نفحة للإداريين المضربين. عباس السيد يتحدث في رسالة من عزله عن بشائر سارة قريبا. أما الحياة الجديدة فكتبت: معركة الأمعاء الخاوية تتسع وجنيف مطالبة بإنقاذ الأسرى. الرئيس: إذا بقي الاتحاد الإسرائيلي منصاعا لأوامر الحكومة يجب أن يتعرض للمساءلة. افتتاح مؤتمر بيت المقدس الدولي الخامس في رام الله. الأحمد من غزة: إعلان الحكومة قبل نهاية الأسبوع وسيرأسها الحمد الله. إسرائيل ترد على البابا بخمسين وحدة استيطانية جديدة في أبو غنيم. الأردن يطرد السفير السوري ودمشق ترد بالمثل. ونطالع من صحيفة الأيام: مشاورات غزة تستكمل تشكيل حكومة الوفاق برئاسة الحمد الله تمهيدا لإعلانها خلال أيام. رئيس يستقبل بلاتر: إسرائيل تخالف القانون الدولي بوضع العقبات أمام الكرة الفلسطينية. كفر الديك: الأهالي يخشون إقامة مستوطنة جديدة على أراضيهم بعد تجريفها. البابا يطالب بحرية الوصول للأماكن المقدسة والمفتي يؤكد له: لا سلام دون إنهاء الاحتلال. نتحول إلى الصحافة العربية ونقرأ من الشرق الأوسط السعودية: ملايين المصريين يصوتون على المستقبل. الائتلاف يعين سفيرا لدى الأردن بعد طرد سفير النظام. اغتيال رئيس تحرير صحيفة مناوئة للإسلاميين في بنغازي. نختم بأبرز عناوين الحياة اللندنية: عمان ودمشق تتبادلان طرد رئيسي بعثتيهما. مصر: إقبال متفاوت في يوم انتخابي احتفالي. البابا مختتما زيارته: لتكن القدس فعلا مدينة السلام. القوى المتطرفة تنمو في برلمان أوروبا. ختام أقوال الصحف، نترككم الآن مع رسوم الكاريكاتيرية. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.